مرحبا. اليوم رح نعمل مع بعض سبطاير بسبانخ. انا هون مثل ما شايفين فرمت بصلين، السبانخات طبعا غسلناهم منيح منيح وقطعناهم عشان نشيل كل الرمل، وقطعناهم بهاي الطريقه. انا بحبهم شوي يكونوا كبار عشان السبانخ مثل ما انتم عارفين بيذوب. وهلا رح احط لهم شويه سماق، وتحطوا اضافه السماق قد ما بتحبوا انتم يكون حامض معاكم. رح نحط شويه ملح، رح نحط شوية زيت زيتون، بعد رح نحركهم مع بعض لحد ما يذوبوا. جيبي لي بعد. هلا بنجيب العجين. أنا عاملة العجين كيف نعملها لمتعددة الاستخدامات وحطيتها باليوتيوب تحت، رح أحطلكم إياها بصندوق الوصف. بنعبيها سبانخ وبنعملها بهاي الطريقة، بكبسها من هون هيك، بعدين بيجي بالعكس من هون، كتير سهل، وباخدهم بالعكس. وهيك صارت جاهزة عندي السبانخ. تمام، نرجع نعمل حبة تانية مع بعض. رح نحط السبانخ بالنص، وحاولي تكتريهم شوي عشان ما يذوبوا والعجين يطلع فاضي. فيك تمط العجينة انت مثل ما بتحبي، ونسكرها من هاي الجهة. برجع باخدها من النص وبسكر. لازم العجينة تكون منيحة وتسكر معاكي طوالي على ما نحط فيها الغراض، تسكر معنا قد ما كانوا قوي لانه هلا حيدوبوا، عرفتوا؟ فانا بحبها مليانة لحس بالطعم. وهيك صاروا جاهزين عنا، وهيك صار عنا الطبق جاهز. شوفوا لونه كيف ما احلاه. ويعطيكم العافية على المتابعة، وما تنسوني من الشير واللايك والسبسكرايب والاشتراك، بدقوا الجرس، تعملوا لايك، وشكرا لكم.